السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. يا نعم، أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. نتكلم على روسيا وكان في أخ كان بيخلق الشايل يقول لك أنا بموت الجن. قتلوا كم نفس محرمة هؤلاء الذين يدعون العلاج للجن؟ قتلوا أنفس محرمة. يقول لك إحنا ما قتل ما قتلناه. 5000 جنيه تمام، واداهم شوية زيت زيتون وورد مجفف بحوالي 30 جنيه أعشاب، وقال رجع في الشيخ كده غالي، قال لي أصل الأعشاب ديت بنجيبها غالية. يا من الشخص ده بيظهر على كان بيظهر على قناة يا أخي، هذا نصب واحتيال، ابتعدوا عن هؤلاء النصابين المحتالين يا أخي. يا أخي ابتعدوا عن هؤلاء النصابين المحتالين. الله يكرمك.